ألف مبروك يا سعيد. الزواج خطوة مهمة في حياتكم ومسؤولية في تكوين أسرة سليمة وإنجاب أبناء أصحاء وسعداء. عشان تذي لازم تسوون فحص ما قبل الزواج لإصدار شهادة اللياقة الصحية. هالخدمة من هيئة الصحة يستفيد منها بين 6000 و 8000 شخص سنوياً في إمارة دبي، وضرورية لاكتشاف الأمراض والعيوب الوراثية وتلافي المشاكل لاحقاً. الفحص يشمل مرض الثلاسيم الوراثي، وهو يصيب 1 من 12 أو حوالي 8% من الإماراتيين. وإذا الوالدين حاملين جينات الثلاسيميا احتمال 25% الطفل يولد مصاب بالمرض. وبعد يشمل الأمراض المعدية مثل التهاب الكبد الوبائي BOC ونقص المناعة المكتسبة والزهري. وممكن تطعيم الحرمة ضد الحصبة الألمانية، لأنها لو أصيبت بالمرض أثناء الحمل يأثر على جنينها. وأتمنى كطبيب جلدية في حال وجود أي أمراض لا سمح الله علاجها أول بأول قبل العرس، حتى لو ما كانت مشمولة في فحص الزواج، مثل بعض الأمراض الفيروسية كالثآليل أو الهربس أو أي مشكلة ممكن تنتقل للطرف الآخر. وانتبه يا سعيد، صلاحية شهادة اللياقة الصحية للزواج صالحة ل3 شهور، فلازم تعرف متى تسوون الفحص. فحص ما قبل الزواج وايد ضروري، لأن الأسرة السعيدة هي أسرة صحية. وعساكم دوم صحة وسعادة.